وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. فقام رضي الله عنه ما لا ترضى عنهم، قوم أحبهم الله ألا تحبهم، قوم أمر الله بموالاتهم ألا تواليهم. قال تعالى: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الذين هم غيظ العدا وأنصار دين رب العالمين، الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، الذين هم حملة الشريعة وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إليه بعد النبيين والمرسلين، والذين لا كان ولا يكون مثلهم، والذين هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. لا ليس نرضى أن ينال من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريض. إنه لا يسخر من الصحابة ولا يبغض الصحابة إلا من يبغض الكتاب والسنة. ولماذا يبغض أئمة الدين وأنصار دين رب العالمين؟ ثم الدعوة أنهم خونة أو الدعوة أنهم ارتدوا، معنى هذا أن النبي كان يتخذ خونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفهم ولا يعقل، كان معظم جلسائه من هؤلاء الأراضي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني لو أنفق الدنيا كلها على هذا ما بلغ شيئا منه. يعني تبقى تنفق مثل أحد ذهبا من يطيق هذا؟ أكثر الرجال هذا العالم ما يستطيعون هذا، ومع ذلك لو أنفق ما بلغ مد أحدهم. المد كلهم يعرفوا الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ما بلغ مد أحد ولا نصيبه لفضله وعظيم منزلته وكبير قدره. لخير الخلق للمختار يجري في الولد وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد. كذلك بعض الناس الآن من الذي يقول نحن سنة؟ قد كذب، يتكلم في معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وخاله، لأن أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ابن تيمية بالإجماع أفضل ملوك أهل الأرض. وقد أثنى عليه ابن عباس كما في البخاري قال أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه بأنه فقيه وكان أحد كتاب الوحي والنبي ائتمنه. عمر حسبك بمعرفة في الرجال وبصيرة، قد ولاه على الشام وولاه من بعده عثمان، وقد أجمع العلماء على فضله وجلالة قدره وعظيم منزلته. وكم بعض الناس يتصيد هفوة أو ثلاثة أو عشر، هذا لا تنقص قدر الرجل. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلة أن تعد معايده. وهذا الذي يطعن فيه لا يسوي حذاء معاوية، فهو ماذا؟ هو من هامة رأسه إلى قص قدمي كله ضلال وانحراف. يكفي من انحراف أن يتكلم في معاوية، هذا الضلال. يتكلم في الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في الرجل قد اخبرت قدماه في سبيل الله جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، قاتل مع أبي بكر المرتدين، قاتل مع عمر، فتح الفتوحات الكثيرة. هو الذي فتح قبرص في عصر عثمان، وله فتوحات وجهاد عظيم في نصرة هذا الدين. يجب على الشخص أن يحفظ لسانه عن الصحابة وعن أهل العلم أيضا العاملين بعلمه. توقيل لقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.